الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وانوت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأنظار الجود الإلهي على أهل الوجود تزد، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين دعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناد المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكم على من هدى الله عليه النعمة من غواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة. تعني سن جنابي المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود، فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة عسيا ومعهما من الخور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فالملك الذي رتب الله على غدره وجود هذا المولود، فلقد سمح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام مصطفى أحمد، ولأهل الكون أذن وسرور قد تجدى. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المزاري فهزلوا اليمن غارات، وتذيء بجمال بقى في الحزن تفرق. يا نبي سلام، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بالسعادي والسمير ليس يغفل، حيث أوتينا طاعة جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،
صلوات الله عليك فليربي كل حمد جل أيا سره العد إذ عبانا بوجود المصطفى يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبت يا رسول الله أهلا مرحبا بك يا نبيك رصادا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وهدينا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونشاء مرحبا مرحبا فجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وادينا ما قتلنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وكريم الأرواح مدنا يا الله بلك خير الأنام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وبليغ المختار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى النبي محمد وتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله
عدد ما في علم الله صار
في علم الله صلاة
اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أمين. أنت لاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك أمين. وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع لآياتك وحسيني بقايتك آمين. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما ترهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا آمين. وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين آمين. وفي درك اتباعه من السالكين آمين. ولحقك وحقه من المؤدين آمين. ولأهدك من الحافظين آمين. اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا آمين. وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمين. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين.